كنا لسه بنتكلم عن الداخليه وعن مديرها الفني كابتن رضا شحاته، ان هو عينيه كويسه وبيعرف يختار. حضرتك بتقول لي يعني ان هو من اقل الفرق امكانيات، ولكن صحيح. عامل الفرقه كويسه جدا الحقيقه، ونتائج يعني هو لو شلنا ال 10 دقائق الاخيره بالظبط. الداخليه يبقى كسبان تقريبا يعني اربع خمس ماتشات زياده عن صحيح. المباريات اللي كسبها. كابتن رضا يعني النهارده تعادل، الحقيقه انا اتفرجت على الماتش كله تعادل، انا بعتبره خساره نقطتين يا كابتن رضا. الاول اهلا بيك طبعا، وبنرحب بيك انا والكابتن محمد. حبيبي كابتن اسلام، وحشني جدا. وكابتن محمد منور حبيبي، ربنا يخليك. حبيبي ربنا يخليك يا رب. يا ريت يلغوا من بعد الدقيقه 90 يعني بعد الدقيقه 90 دي انت ماتشين اهو، انا يعني الزمالك والبنك الاهلي، الماتشين دول لو يلغوا ال 10 دقائق الاخيره هتبقى كسبان الماتشين. والمشكله ده فيوتشر كمان، المطرود مني وفيوتشر صحيح. دخل فيها جول في الدقيقه 85 صح، ماتش فاركو نجيب جول في الدقيقه 92 لينا احنا بقى المره دي يتلغي. انت فاهم الموضوع مش ازاي؟ ايوه. لا وبعدين ايه ركله جزاء النهارده، بس فعلا هو حارس المرمى خد خطوه قدام صحيح بصراحه، يعني خد خطوه قدام. الجزاء نفسها ما فيهاش حاجه، هما الاثنين خبطوا في راسهم في بعض يعني. نقدر نتكلم في الدريه بقى. يعني انا هو رضا من الناس الهاديه قوي يا كابتن، لقيته النهارده اول مره اشوفه بعد الماتش راح للحكم بصراحه. انا لسه مراقب له ماتش وهو عارف، بس طبعا كان بيتكلم معاه عادي يعني. راقبت له ماتش مع سيراميكا، والحقيقه يعني من الناس المحترمه اللي ما بيتكلمش مع الحكام، بالعكس لو اي حد من الجهاز عنده قام يتكلم بيقعده على طول، مش بيخليش حد يتكلم فقط. فيعني بص حضرتك، انتوا لعيبه كوره طبعا، الفكره كلها يا كابتن بيبقى فيه توقيتات الحكام يعني بيبقى فيه فاولات، الفاول هو كابتن اسلام، هو الفاول مثلا، او هي الاحتكاك هو صح. فالقانون واحد. لا هو مش واحد يعني، في كوره تلاقي حكم بيرد. انت تقصد حتى لو في ظلم يبقى مساواه في الظلم؟ بس الله ينور، انا مش عايز اكتر من كده. انا كل هدفي في القصه، او اللي عصبني بقى، ان انا احنا الفتره اللي فاتت ظلمنا كتير جدا جدا، الموضوع صعب قوي على فرقه بتكافح زي ما انت بتقول، فرقه بتكافح وبتحاول تعمل احسن نتائج وبتحاول. فانت النهارده انا فيما لا يقل عن 8 بونت او 9 بونت النهارده، انا خسرانهم تقديرات تحكيم يعني. انا ما عنديش مشكله والله الحكم يعمل اللي هو عايزه، ولكن يبقى المسطره واحده، انا ما عنديش مشكله. انما يجي حكم يقول لي الكوره دي احتكاك طبيعي، يجي هي ليا يقول لك لا ده مش طبيعي، دي ضربه جزاء. الله، طب انا اصدق مين؟ هي دي المشكلة. اللي انما انا بالنسبة لي انا برجع على فكرة، انا بعد ما دخلت حتى والله بعد الماتش انا ما كلمتش لعيبة خالص. لا انت حتى كنت بتتكلم مع الحكم بشكل محترم يعني، انت بتسأله تقريبا انا انا بتكلم معاه، انا بقول له انا ما عنديش مشكلة تحسب اللي انت شايفه، ولكن انا كل اللي يهمني ان المسطرة تبقى واحدة، ما عنديش أزمة في أي حاجة، عشان انت عايز تطور المنظومة وعايز تطور. انا في ماتش حتى ماتش الزمالك الأخير، الكرة أصلا مش كرة اساسا. مظبوط مظبوط. يعني حتى اقول لك حاجه يا كابتن اسلام، تقديريا نظريا عينيك انت كحكم واقف، لا يمكن لا العب بالبوكس يجي ورايا يعني. لا يا كابتن رضا، هو المساواه في الظلم عدل، او المساواه في الكور في نفس الحالات عدل يعني، لان انت لو حسيت ان بتحسب عليك في كوره حاجه معينه وهي بتتحسب في نفس الكوره على الفريق الثاني مش هتتكلم. والله ما هفتح بقى. برافو عليك يا كابتن. يعني هي دي المشكله. بس الاهم بقى حكايه تجوان اخر لحظه دي. انا عايزك تجيب لي كوره واحده، هي كوره واحده هقولها لك وبص عليها. مصطفى فوزي في ماتش فاركو الكور الثاني في 93، نفسي اعرف الوحيد اللي حسبها الحكم. يعني انا برضو بيني وبينك، انا ركله الجزاء انا عمال افتكرها دلوقتي، لان انا كنت قاعد بتفرج على الماتش عجبني. أيوه. فاتفرجت عليه كله. ضربة الجزاء ممكن برضو ما تتحسبش، او يعني نسبة فيها كبيرة فيها ما فيها تتحسبش، لكن هو الحارس المرمى مثلا في البتاع لا تتعاد. ماشي. شفت انت بتقول ايه؟ بتقول دي لا يعني فيهاش، انما الكورة كذا. اتفضل يا كابتن رضا، اتفضل يا كابتن رضا. انا هسألك سؤال تاني. اتفضل. لو هيعيدها لكل الناس انا طبعا صح. لا ما هو طبعا، بس انا هسألك سؤال تاني. هل في الماتشات كلها في الفرق كلها الحاجات دي بتتعد؟ لا ما بتتعدش. في ناس بتدخل ال 18 وما بتتعدش، وفي ناس بتبقى طالعه خطوه وما بتتعدش اسلام. على حسب ثلاث ارباعها ما بتتعدش. بس خلي بالك يا رضا، بص يا رضا، في ماتش الاهلي وسموحه افتكر كده وهقول لك، في ماتش الاهلي وسموحه هاني سليمان مسك الكوره 16 ثانيه. طيب انت المفروض لك 6 ثواني. من بعد الماتش ده لغايه دلوقتي اي حارس ما بيمسكش الكرة أكتر من 6 ثواني، طالما بتسلط الضوء على خطأ حصل
خلاص هو حصل عندك انت في فرقتك، لكن انا اعتقد ان بعد كده هتلاقي كل الناس واخده بالها من ركلات الجزاء بعد كده يعني. أيوة. كل الحراس. ايوه انا يا كابتن اسلام انا قصدي ايه لما يبقى عندي خطا في، هقول لك حاجه ثانيه. اتفضل. ماتش المحله ضربتين جزاء، ضربتين جزاء النهارده بتتعاد تاني في ماتشات تانية ما بتتحسبش اصلا برضو. هي دي الفكره اللي انا اقصده. انا ما عنديش مشكله في تقرير، انت عايز مسطره واحده بس كده. انا ايه لمست، بص يقول لك ايه، لو شد وشده خفيفه تتحسب. لا طبعا مش حاجه اسمها كده في الكوره يا كابتن. صحيح. او ما فيش حاجه اسمها في الكوره احتكاك عادي واحتكاك مش عادي. اشمعنى انا عندي كله مش عادي؟ هو ليه ما عنديش انا احتكاك عادي برضه؟ يعني الاوبشن ده مش في التخليه ليه؟ هو الظاهر، الظاهر ان انت لازم تتعود على الموضوع ده بقى. يعني لازم تهدي اعصابك بقى وتتعود على الموضوع ده. لا بص يا كابتن انت عارفني، كابتن حشيش انت عارفني، انا هادي جدا عموما. انا عارف طبعا. وانا دايما بنقل لعيبه الهدوء. ولكن انت وصلت لمرحله ان انا النهارده خسران حوالي 3 4 ماتشات متعادلهم، انا ما اتعادلهمش. طب حضرتك بصراحه ستة بونت النهارده مع مع ال 10 بتوعك انت ماني فين؟ انت في حته تانية، ده انت في منطقه تانية خالص. طبعا. بالظبط كده. فانت فانا بتظلم يعني. دي الموضوع صعب علينا برضو، احنا برضو والحقيقه رضا برضو لعيبه صغيره في الزمالك برضو. انا عندي مشكله. برافو عليك. ان انا لعيبه صغيره في السن برضو الحاجات دي بتفرق معاهم. انه يكسب ماتشين ثلاثه نفسيا بيعلى معايا، انما دلوقتي كوره غلط، حسبه غلط، ضربه جزاء مش ضربه جزاء، هاندي بول مش هاندي بول تتحسب، اضيع الوقت، كوره ما تتحسب، كل دي حاجات سلبيه على اللعيب. طبعا. بس خليني احيي برضو اداره الداخليه على الجانب الاخر، انه في فتره لم تكن النتائج جيده، وكانت في الاول اول 3 4 5 ماتشات كان من الممكن جدا ان يتم التغيير، ولكن الحقيقه إدارة الداخلية عندها بعد نظر. يعني مثلا احنا كنا لسه بنتكلم عن إدارات أخرى بتعمل يعني تغير 3 4 مدربين في أقل من 13 أسبوع يا رضا. ما ده ما ينفعش يعني. أنا وجهة نظري إنه ده ما ينفعش. طيب بص احنا أنا قعدت مع إدارة نادي الداخلية. كان عندنا 8 لعيبة من السنة اللي فاتت قدام، جيت لي 8 لعيبة، فجبنا النادي الأهلي 5 لعيبة صغيرين، وجبنا 7 لعيبة أفارقة، وجبنا 2 خبرات اللي هو نجيب وقلم. ولسه جايبين داهش في شهر واحد. الفكره كلها ان انت عملت ميكس، الميكس ده فانت الطبيعي اول 5 6 ماتشات هو مفيش انسجام طبيعي. او انتوا بداتوا متاخر، كان معايا ابو المجد قال لي ان انتوا بداتوا صح. صح. احنا لا ده انا اللعيبه كمان، انا عندي لعيبه داخله وانا قطعت فتره الاعداد. فطبيعي هيحصل ايه؟ عندك 5 6 انا قلت لهم كده، انا قعدت مع اللي هو عثمان اتكلمنا ان انا عندي 5 ماتشات الامور مش هتبقى احسن حاجه. هيبدا من الاسبوع الخامس النتائج واللعيبه هتتحسن بشكل كبير. ده اللي احنا متفقين عليه من اول يوم، وهم بيحترموا ان احنا اتكلمنا في اللي بيحصل يا كابتن ده كله متفقين عليه. متفقين عليه. فهو الراجل انا كنت واضح معاه وهو واضح معايا، انا امكانياتي كذا، انا حدودي كذا، وانا حدودي حتى في كل التفاوض مع اللعيبه احنا بنعمل حاله ان احنا عايزين نعمل موسم كويس. انا مش عايز العب كوره تقليديه او ان انا النهارده الماتش بيعدي، لا انا عايز الناس تتصل. يا بصراحه عاملين ماتشات اتفرج على كوره. على فكره الكوره متعه اصلا. صحيح. قبل منافسه هي متعه. صحيح. فانا لازم اخلي الناس تحس ان في حاجه بتحصل في الملعب. لا وعاملين شغل كويس يعني. ودي انا عايز اقول لرضا كمان، دي سمه الادارات العسكريه بصراحه، الحته دي مميزين فيها زي الداخليه وطلاع الجيش حرس الحدود، يعني بيبصوا لجوانب تانية برغم انها فرق كلها يمكن اقل مثلا ممكن تلاقي عقود لعيبه مش زي بقيه العقود بتاع اللعيبه التانية. كابتن حشيش الفكره كلها ان لو هو بص المشكله كلها ان الادارات لو انت شايفينك بتتعب ومقدرين مجهودك. صحيح. هو ده اللي انا بقوله بقى بالزبط. ان هو رضا خلي بالك بعد 3 4 ماتشات هو اتعادل ماتش، وبعدين اتغلب ماتش واتغلب التاني والتالت، وبعدين رجع بعد كده من بعد الرابع فعلا او الماتش الخامس. انا دايما الجيل بتاعي ده احب اقعد اتفرج عليه. أيوه. واشوف رضا. أيوه. بيعمل ايه، واشوف عماد النحاس. صحيح. اشوف احمد سامي، اشوفهم بيعملوا طبعًا. ايه برضه، لانه اتمنى لهم طبعا، اتمنى لكل النجاح، لكن ببقى قاعد بتفرج وانا يعني على اعصابي برضه. صحيح. عايز اشوف الداخليه. لا الداخليه عامل ماتشات حلوه جدا. صحيح. عامل يعني قدام الزمالك انت بتلعب نادي كبير. صحيح. عامل ماتش حلو جدا النهارده. لا النهارده يكسب، عامل عادي. عامل مع سيراميكا الماتش اللي راقبته. سيراميكا بقى لو تشوف الكم اللعيب اكتر طبعًا. فرقه في مصر دعمت السنه. صحيح. دي سيراميكا بيلعبها واكتر من ند، وعامل ماتش كويس قوي متعادل معاها.
فلا ما هو الناس برضو بره حاسه بالموضوع ده وشايفه شايفه انه في مجهود. عشان كده انا بحني باحيي اداره الداخليه يا كابتن حشيش ان هم اتفقوا وظبطوا امورهم والداخليه اداره الداخليه قالت لكابتن رضا دي امكانيات دي امكانياتنا مش هنقدر نعمل عن كده وكابتن رضا قال لهم طب يبقى هنستنى بعد الاسبوع الخامس او السادس. بالفعل الامور اصبحت جيده وهذا ودعم وفي ظهره ومكمل ان شاء الله باذن الله يعني. وكابتن رضا اعتقد انت المباراه اللي جايه عندك حرس الحدود على ما اتذكر. ان شاء الله مباراه صعبه دي برضو خلي بالك لانه حرس الحدود كابتن ايوب عامل شغل كويس جدا مع فريقه. طبعا مباراه صعبه. بص يا بص الدوري كله صعب ما بقاش فيه ماتشات سهله. صحيح. الدوري خلاص ولكن احنا عندنا خمس ماتشات اللي ورا بعض دول مهمين جدا جدا بنسبه 90% هيخلي شكلك ايه او انت رايح فين. صح صح. عندك مقاولين عندك حرس حدود عندنا اسوان عندنا الفرق اللي هي معانا او في الزون بتاعنا احنا نقدر نروح ونيجي معاها. اوكي. فمهمه جدا الماتشات دي بالنسبه لنا ومهمه قوي انك تبدا بقى يعني فاضل اربع مباريات على الدور الاولاني فمهم ان تفنش الدور الاولاني كويس عشان تعرف الدور الثاني بيبقى فيه الضغط عامل ازاي بقى. قصه ثانيه خالص. انا الحقيقه حبيت ان احنا نتكلمك يا رضا عشان نحييك على هذا الاداء الرائع مش ماتش الزمالك بس ولكن الفترة الأخيرة أو الأربع خمس ست ماتشات الأخيرة على هذا الأداء الرائع ويعني إن شاء الله ربنا يكرمك وتعمل عينه حلوة جدا رضا كابتن أوي. عامل فرقة يعني معظم الأسماء اللي موجودة كلها أسماء يا ناشئين يا أسماء يعني أقل نجومية شوية من ناس كتير. صحيح. لكن في النهاية عامل فرقة جيدة جدا فنتمنى لك يا رب كل التوفيق يا كابتن رضا حبيبي. واللي جاي دايما يكون أفضل ليك. شكرا جزيلا يا نجم على وجودك معانا.